أقيم مهرجان عدن الثاني في موعده السنوي، كان تحديا بالنسبة للمنظمين الذين اتخذوا من المعلم التاريخي صهاريج عدن مسرحا مفتوحا لمختلف فعاليات المهرجان. الحمد لله من يشاهد مهرجاننا اليوم ويشاهد الحضور الكثيف سيدرك تماما بأن الأمن والاستقرار في مدينة عدن هو بيد أهالي عدن فقط. كان الحضور اللافت مفاجئا في ظل الأوضاع الراهنة والتوقعات بتعذر إقامته، لتشهد مدينة كريتر أكبر تظاهرات جماهيرية منذ بدء الحرب. هذا يعكس الروح الحياة لعدن، عدن مدينة السلام، عدن مدينة الحب، تنبض العنف، عدن ترفض الإرهاب، هذه رسالة نوجهها نحن هنا أبناء عدن. التراث الشعبي ذات الخصوصية العدنية أثث المهرجان بمختلف مشغولاته اليدوية، كذلك الأزياء التقليدية التي جسدتها إعلامية قررت أن تحضر المهرجان بالزي الشعبي للمرأة العدنية. ولأنه المهرجان كله طابعه عدني حبيت أنه ألبس الشادر العدني. المرأة تشتغل هذه يعني يكون يعني أفضل وأحسن وأمتن ما كانت بتجسلك. معروضات المهرجان لم تقتصر على الفنون الشعبية، فحضرت اللوحات التشكيلية لمواهب شابة، كما لم تغب المواهب الرياضية في أجواء استعراضية مبهجة اختتمت بالرقص السواحلي على أنغام الأغاني العدنية. المهرجان أحلى حاجة فيه أنه فيه لمة الناس وفرحة ناس عدن، وهذا أعتقد أنه هدف المهرجان أنه يعرض مواهب شباب عدن. فناء الصهاريج اكتظ بالزوار أمام منصة متواضعة أحياها عدد من الفنانين بفقرات غنائية أبرزها أغنية تحكي عن عدن ما بعد الحرب، لامست جراحا وأثارت دموعا، جاورت فرحة الأطفال المشرقة. احنا مش خايفين، إن كان المخففات إن شاء الله الشارع اللي ورا ما يهمنيش، صليت الظهر وجيت. في فعالية أوصلت رسالة إصرار المجتمع العدني أن يعيش حياته المقبولة على الفن والحب والسلام. أجواء في الكلورية في هذا المهرجان الجماهيري الذي أبرز الكثير من التراث الشعبي لعدن وصنع أجواء فرائحية في ظل الأوضاع الراهنة. آدم الحسامي من صهاريج الطويلة الأثرية، عدن.